المشهد حلقة جديدة تأتيكم عبر قناة أوراس تي في من لندن. أهلا بكم. اعتقل في تونس رجل الأعمال المثير للجدل والمرشح السابق للرئاسة نبيل القروي بعد مذكرة إحالة صادرة بحقه من قبل المركز المالي القضائي التونسي. حكم القروي عام 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي، وسجن بالفعل شهر أوت 2019 ثم أطلق سراحه في أكتوبر من نفس العام قبل فترة وجيزة من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفي الوقت الذي يرى فيه بعضهم أن القضاء التونسي تحرر في قراره من السلطة السياسية، وهي خطوة مهمة لتطبيق القانون. يرى آخرون أن هذا الملف وظف سياسيا وهو محل تجاذبات، وأصبح يهدد الائتلاف الحكومي والحزام الداعم له. نتابع العرض التالي ثم نبدأ النقاش. وأسعد بأن تكون ضيفتي من تونس السيدة فاطمة كمون الناشطة السياسية. مرحبا بك سيدة فاطمة، وشكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة. كما ينضم إلي كذلك غسان الشقراني القيادي في التيار الديمقراطي. مرحبا بك سيد غسان، وشكرا لك على قبول الدعوة والمشاركة. سيدة فاطمة كمون، أبدأ معك هذا الحديث فيما يتعلق بعملية إيقاف نبيل القروي. هل هو تحرر القضاء من السلطة السياسية كما قال بعضهم، أم توظيف سياسي لهذا الملف؟ السلام عليكم، مرحبا بكم وبكل مشاهدي قناة أوراس. أستغرب هذه الكلمة توظيف سياسي، توظيف سياسي للفساد. يعني حقيقة هذا الكلمة الجوفاء أو الكلمة المتعثرة في حناجر من يعني يستغلون هذه الأوضاع حتى يتشفون من يعني من سياسيين آخرين أو من فكرة التحرر ككل أو من فكرة الثورة إذا صح التعبير، ونحن نحتفل بالعشرية الأولى لمرور 10 سنوات على اندلاع شهر الثورة. هؤلاء الذين يقولون أنه تصفية سياسية، لا أفهم هذه التعبير. هذا الرجل المدان حتى أنه عجز على أن يقول من أين أتاه 143 مليار. نحن نتحدث عن 143 دينار، نحن نتحدث عن 143 مليار، لا يعلم كيف وضعت في حسابه الخاص. هذا الرجل المشبوه أو نقول ابن أبيه الحنين، يعني هذا الذي لم يعرف له قبل قناة نسمة أي تاريخ، لم يكن رجل أعمال ناجح أو أن غريب من كله. هذا الرجل تركيبة كله غريبة، عوض أن نبحث من الأول كيف انطلق من وراءه، خاصة لو أننا نتذكر جيدا يعني هذا الرجل الذي منحته السلطة طائرة بلا طيار حتى يغطي مثلا موكب دفن الشهيد شكري، يعني تقصدين شكري؟ نعم،
شكرا بالعيد. نعم نعم شكري بالعيد عفوا. ولا يغطي دفين من صنع طائرة بلا طيار محمد الزويري في صفاقس، ذاك الموقف يعني الجلل لم يغطيه أو يكلف نفس، بل بالعكس كان يصرح ويكرر ميكانيكي قتل أمام بيته. يعني هذه كل الشبهات التي تجعلنا نسأل اللوبيات التي تحرك هذا الرجل، هذا الرجل الذي يعني من أبيه الحنين إلى مرشح الرئاسة. كل هذه النقاط يجب أن نسأل عنها أو أن نقف كما نقف الآن أمام شخصية أخرى يصنع فيه الإعلام أو لوبيات أخرى خارجية. يعني نعم. حقيقة أنه تأخر كثيرا اعتقال هذا الرجل، تأخر وتأخر كثيرا. نعلم جيدا كيف أطلق سراحه، القضية أولا 2017 يعني لا علاقة لها بالرئاسيات أو بالحزام السياسي، ثم أنه حتى لا يقع ضغط أو أن تفسد الانتخابات الرئاسية أو تسقط كلها، واعتبار أن الوضعية المادية لتونس كلها معلومة وليس هناك شيء ما يخفيه، فقد تم اللجوء الى اطلاق سراحه، مع العلم انه كان لن يصل الى الرئاسه وهذا معلوم من الدوره الاولى. يعني يطلق سراحه وهو ترشح لكي يغطي حجم فساده. يعني شاحنات يرحم خليل كلها تؤكد انه يصنع في جلباب سياسي حتى يظهر علينا ليغطي فساد سيدة فاطمة. واضح وغيره. نعم وضحت الفكره. أرحب بالدكتور محمد الحسان الباحث في العلم الاجتماعي، ينضم إلينا الآن من تونس كذلك عبر سكايب. دكتور مرحبا بك وشكرا لقبول الدعوة والمشاركة. غسان شقراني، يعني إذن بدأ بداية تحرر القضاء التونسي، أم أنه كما كتب البعض عملية إيقاف القروي جاءت بعد لقاء الرئيس قيس سعيد ومحمد عبو، وقيل وقتها أن هناك قضايا مرتبطة بما يسمى الفساد في تونس نوقشت وقتها، وطرح السؤال كيف يلتقي رجل دولة اللي هو رئيس الجمهورية بشخص خارج الحياة السياسية وقد أعلن ذلك بنفسه، والمقصود هو محمد عبو الوزير السابق؟ هو في الحقيقة مسألة لقاء السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد بالأستاذ محمد عبو كانت يعني محل نقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت محل امتعاض الذباب الإلكتروني وأنصار حركة النهضة وكذلك حزب أو ائتلاف الكرامة وما يسمون أنفسهم ائتلاف الكرامة، كان هذا محل امتعاض كبير. يعني انزعجوا أي منزعاج للقاء محمد عبو وقيس سعيد، وهو لقاء بين رجلي سياسة يعني يتمتعون بثقة الشعب التونسي واحترام كبير من الشعب التونسي. محمد عبو هو مناضل سياسي قبل الثورة بعد الثورة، هو أستاذ، هو محامي، هو رجل قانون، هو زعيم حزب سياسي سابق ورئيس حزب سياسي سابق، هو وزير دولة سابق لمكافحة الفساد، هو أول من تحدث في تونس عن الفساد. عندما كان يتحدث محمد عبو عن مكافحة الفساد كان يعني الجميع يتحدث عن قضايا أخرى، واليوم نحن نعيش في مرحلة خطيرة جدا وحساسة من تاريخ تونس في علاقة بملفات الفساد. بالتالي من الطبيعي أن يلتقي رئيس الجمهورية، له الحق في أن يلتقي من يشاء. محمد عبو ليس ناكرة، محمد عبو هو وزير دولة سابق كما قلت، لديه الاطلاع الكبير والتفاصيل الكبيرة محمد عبو حول ملفات الفساد وقضايا في تونس. يعني نعم. محمد عبو كان داخل الدولة يعرف التفاصيل الكثيرة وأدق التفاصيل. ربما كان هذا لقاء محور لقاء الأستاذ محمد عبو مع قيس سعيد، وله الحق في أن يستقبل من يشاء واستقبل أكيد. سابقا هل بتقديرك سفيان هل هناك دخل بشكل ما إذا بعد هذا اللقاء وطرح ملفات محمد عبو؟ إذا مشى للرئيس بيش يحكي بملفات الفساد، معروف هذا الشعار الذي معناها رفعه الحزب لمدة طويلة، وإن كان البعض يقول أنه لم يفعل فيه شيئا حينما كان في رئاسة الحكومة في حكومة الفخفاخ، هل يمكن القول أن رئيس الجمهورية بشكل ما كذلك دفع باتجاه تسوية أو فتح ملفات الفساد، نزل بقوة من أجل تحريك الملفات وإغلاقها، وهذه هي البداية مع نبيل القروي؟ هو تقييم فترة محمد عبو وما قام به في فترة الحكم هذا موضوع ربما يأخذ منه الكثير من الوقت، والجميع يشهد أن حكومة الفخفاخ قامت في 6 أشهر بما لم تقم به حكومات في فترة 10 سنوات، هذا موضوع على حدة. بالنسبة للتدخل السلطة التنفيذية في القضائية هذا غير مرفوض، رئيس الجمهورية لديه سلطة رمزية، ربما هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ربما لديه توصيات يعطيها إلى الجميع في إطار عدم ترقيد الملفات وإلا عدم
جعل الملفات في الرفوف، ربما لديه هذه السلطة المعنوية وتقف هناك السلطة. يعني ليس لا دخل لمحمد عبو في نبيل القروي، يعني بوضوح يعني نعم. القضاء يشتغل على نفسه. بالمناسبة القضية مفتوحة منذ سنة 2016 تقدمت بها منظمة أنا يقظ. والجميع يعلم يعني كما كانت تتحدث ضيفتك أن نبيل القروي رجل تحوم حوله العديد من الشبهات، وليس يعني اليوم سيكون نبيل القروي يعني مفاجأة إيقافه. لا توقف يعني تم إيقافه في فترة سابقة، وهذا طبيعي وهذا مسار عادي للقضاء، وقضيته مفتوحة منذ 2016 وقاضي التحقيق اليوم أصدر فيه بطاقة إيداع بالسجن. واليوم نحن نطالب بأن يكون القضاء مستقل والقضاء يعني يأخذ مجراه بدون أي علاقة بأي تأثير سياسي. وأنا الحقيقة يعني أستغرب لبعض السياسيين أو حتى نواب شعب يعني داخل البرلمان يربطون يعني إيقاف نبيل القروي بإنزازات المشيشي، ولا أدري أين درسوا هؤلاء القانون وأين درسوا الدستور. طيب وهم مشرعون في نواب غسان شعب. عذرا أستاذ غسان ابقى معي. دكتور محمد الحاج سالم أعود إليك مرة أخرى وأرحب بك. إذن ما حصل هل يمكن اعتباره إشارة إيجابية نحو نية حقيقية الآن في فتح ملفات الفساد، ليس فقط نبيل القروي بل ملفات آلاف المفسدين، وهذا قد يكون خطوة كذلك في التقليل وفي تحجيم الأزمة الاقتصادية؟ محاربة الفساد هي جزء من 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 أجزاء دعنا نقول التنمية في أي دولة، لا أدري نقطة أو نقطتين من نسبة النمو تذهب في 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 الفساد، لما يقع محاربتها تعود على الناتج المحلي كما يقول خبراء. ما رأيك أنت وفي أي إطار فعلا تضع هذه الخطوة؟ شكرا على الدعوة إبلاغ يعني صوت بعض من لا صوت له كما يقال. الحقيقة أنا أولا أريد التعليق على ما قاله الضيفان الكريمان. أنا لا أرى أي علاقة تربط بين استدعاء محمد عبده وبين حتى الرئيس قيس سعيد وإيقاف وعملية إيقاف نبيل القروي. هذا الأمر يعني كان مخطط له منذ مدة، بمعنى أنه منذ أن أطلق سراحه بمناسبة اشتراك نبيل القروي في الانتخابات الرئيسية، هو كان إيقاف يعني إيقاف مشروط، بمعنى أنه يتوجب على حاكم التحقيق استكمال الملف وإعداد يعني تقرير يعده خبراء. وبالتالي فقد كان منتظرا أنه خلال شهر ديسمبر 2020 هذا الشهر الحالي أن يقف القروي أمام حاكم التحقيق. وكل من درس من المحامين من محامي نبيل القروي، كل من درس هذا الملف كان شبه متأكد ومتيقن أنه سيتم إيداعه السجن، لأنه حسب بعض التسريبات فإن ما هو موجود في تقرير الخبراء يدينه بلا شك. على الأقل هناك قرائن قوية لم نقل أدلة دامغة، هناك قرائن قوية على وجود تلاعب ووجود فساد وتحيل مالي. هذا أولا. إذن أنا لا أرى يعني أي علاقة بين الأمرين، واستقبال محمد عبو هذا يعني رئيس الدولة يستقبله من يريد من أي من أي شخصية سياسية. ثلاثة، فيما يتعلق يعني بمكافحة الفساد، مكافحة الفساد يعني بدأت هي منذ سنوات، منذ يعني حكومة الشاهد وإيقاف بعض الفاسدين كما قيل حينها، ولحد الآن لم تتم محاكمتهم رغم مرور يعني حوالي عامين عن ذلك. اثنين، هي عملية انتقائية تبدو في الظاهر انتقائية، لأنه الفاسدين يعني بمئات الآلاف في هذا البلد من يعني من صغار المسؤولين وصولا إلى كبار المسؤولين، وكذلك التجار، عملية التهريب. لا ننسى أن الاقتصاد الشكلي أو اللانظامي يعني خارج المسارات القانونية يمثل أكثر من 50% يعني من الاقتصاد التونسي. يعني عندنا
50% من الاقتصاد التونسي خارج مسالك التوزيع الرسميه، وهذا كله فساد. وفيهم من كبار المهربين من هو الان عضو في برلمان الشعب، لما لا تتم محاسبه هؤلاء وكلهم معلومون تقريبا. الان بدا فتح بعض الملفات ويبدو كانه صراع اجنحه في هذا النظام. يعني هناك تحالفات جديدة بصدد التشكل، وهناك تحالفات قديمة بصدد التفكك. لا ننسى أننا نعيش الآن مرحلة ما بعد نداء تونس بعد تفككه، ومرحلة يعني تشكل أحزاب وأحزاب سياسية جديدة مرتبطة أكيد بلوبيات قديمة ولوبيات كذلك جديدة. وهذه اللوبيات في حرب يعني معلومة من الجميع، حرب شعواء لافتكاك المواقع سواء على المستوى السياسي او على المستوى الاقتصادي. جاءت يعني هذه الايقافات وكانها تسجيل نقاط من قبل فريق على فريق اخر، فلا تغرننا يعني المظاهر ويذهب في الظن انها حرب حقيقيه على الفساد، والا لكانت هناك يعني عمليه صيد. طيب ماذا اذا دكتور محمد، ماذا، ما هي اذا، ما توصيفها؟ توصيف ماذا؟ توصيف الذي يحصل الآن، لأن أنت قلت ليست حربا حقيقية ولا نظن ذلك. نعم، هي مجرد يعني حرب مواقع وإعادة تموقع وتصفية حسابات بين لوبيات قديمة وأخرى جديدة. هذا يعني حسب ما أرى، وهذا رأي الكثيرين في تونس، لأنه لو كان هناك مصداقية لهذه العملية لطالت عشرات. فاشرح لنا أكثر شوية اللوبيات. اللوبيات يعني الآن لوبيات تقصد موجودة في السلطة الآن تحارب لوبيات أخرى، كيف حرب اللوبيات هذه؟ ماذا تقصد بالضبط يعني؟ يعني هناك تشكيلات اقتصادية مالية وذات أذرع إعلامية وكذلك أذرع يعني سياسية. من يمول الأحزاب في تونس؟ هناك يعني آلاف المليارات التي تصرف اليوم كما صرفت بالأمس في الحملات الانتخابية. من يتولى هذه العملية؟ هي يعني لوبيات اقتصادية نافذة معلومة. يعني هناك حوالي 40 أو 50 عائلة هي المتنفذة، وهي التي تمول الأحزاب، وهي التي يعني تمول وسائل الإعلام بعضها. لا حتى لا أعمم، هناك أحزاب كثيرة ولا أعمم كذلك تأخذ أموال من هذه اللوبيات لحماية مصالحها. وما نراه الآن هو مجرد يعني حرب ظاهرية بين هذه اللوبيات وإعادة التمركز. يعني هذا أوضح من أن نفسره أو أن نشير إليه. بمعنى أن الأحزاب الموجودة الآن في المشهد كلها مستعملة من لوبيات توظفها لوبيات، تستفيد منها لوبيات استفادة متبادلة بينها وبين هذه اللوبيات التي تقصدها؟ هذا من جهة أولى، ثم هناك من جهة ثانية من يستفيد بطريقة غير مباشرة. وإلا بماذا نفسر إعادة تشكل التحالفات السياسية في هذا البلد؟ يعني يتحول نبيل القروي بين ليلة وضحاها من أكبر فاسد وحزب المقرونة إلى حليف لحزب النهضة أو للتحالف الكرامة، والدفاع عليه يعني على شده الآن. فكيف يعني نفسر مثل هذه التحولات؟ لم نكن هناك نسج لعلاقات اقتصادية جديدة مالية واضح. جديدة وبروز لوبيات يعني تريد فرض نفسها، ويكون لها ذراعها السياسي الممثل في البرلمان وذراعها الإعلامي واضح دكتور في التلفزيون وفي الراديوات. نعم، ابقى معي سأعود إليك. فؤاد ثامر القيادي في حزب خالد تونس معي من تونس عبر الهاتف، مرحبا بك فؤاد وشكرا جزيلا للدعوة ولقبول الدعوة. إذا إيقافنا بالقروي لا غبار عليه من حيث القانون، أنتم الآن في الحزب كيف ستتصرفون؟ يبدو أن الرجل ثبتت في حقه هذه التهمة بشكل كبير، طبعا القضاء هو الذي سيثبت ذلك، لكن الخبراء يقولون أن الأدلة دامغة، دعنا نقول، في تورط نبيل القروي في تبييض أموال وفيما وجه إليه من تهم، وبالتالي سيجد نفسه فعلا خارج يعني خارج الحياة السياسية عمليا، سيبقى هناك. مصير حزبكم الآن، هل هناك حديث كيف ستتعاملون مع هذا المعطى الجديد وسيبقى علاقتكم بالحكومة، أم أنه قد يقع هناك نوع من دعنا نقول المراجعة في ذلك؟
شكرا على الاستضافة أولا. وسنين اليوم نحن متأكدين من براءة السيد نبيل القروي، وثقتنا في قضائنا كبيرة وكبيرة جدا وفي استقلاليته. ما الذي يجعلكم متأكدون أستاذ فؤاد بس فقط؟ طبعا لأن نحن نعلم يعني ما وجه للسيد نبيل القروي، ونعلم الواقع، ونعلم كذلك أنه يعني الإجابات التي سيقدمها فريق الدفاع عن السيد نبيل القروي. ما هي التهم الموجهة للأستاذ نبيل القروي؟ طبعا هي طبعا أنا لست مخول للحديث في التفاصيل، لأنه تبقى هذه يعني الملف أمام القضاء ومن أنظار القضاء. طيب يعني ضيفتنا فاطمة كمون تقول أنه كم من المليار فاطمة؟ مليار كم؟ مئة وكم؟ كم عجز على الإجابة عن 143 مليار. يعني عجز عن الإجابة عن من أين أتته 143 مليار؟ يعني هذه تهمة. هذا سميناها الكذبة الكبرى، 147 مليار أو 146 مليار. هم من يقول 43 مليار. ثلاثة نعم. هذا وهم، وهذه يعني مسألة مجانبة للحقيقة، والحقيقة سيعرفها الشعب التونسي لما نقدم ما وجد في التقرير بالضبط، وما هي التهم المنسوبة لسيد نبيل القروي. طبعا نحن كما قلت لك متأكدين ومن براءة سيد نبيل القروي، كذلك نحن ثقتنا كبيرة في القضاء التونسي وفي استقلاليته، وهذا يعني يدفعنا اليوم إلى كونه ما فماش علاش باش نتحدثوا على لخبطة أو نتحدثوا على تغيير في المسارات أو نتحدثوا على ما شابه. وبالتالي حزب قلب تونس يعني ما زال قائم الذات، قياداته موجودة، محنة يمر بها رئيس الحزب صحيح، ولكن هذه محنة عابرة وسينصفه القضاء، هذا بالتأكيد. واليوم لو ثبت يعني يا أستاذ فؤاد سينصفه القضاء، طبعا القضاء إن شاء الله يكون فعلا بالاستقلالية المطلوبة، لكن لو ثبت إدانة الرجل كيف سيتعامل الحزب مع هذا المعطى؟ دعها حتى تقع، نحن اليوم لا نتحدث عن الإدانة، نحن اليوم نتحدث يعني على أنا أقصد أنه ألا يضر هذا بصورة الحزب؟ بالعكس، اليوم كونه السيد نبيل القروي هو الذي ذهب بنفسه القضاء، وهو ما كانش عنده حل آخر، يا ما يذهب ولا يأتوا به بالقوة، يعني ما عنده حل ثاني أقصد، يعني نعم ما عندوش حل آخر، لازم يذهب وإلا سيأتون به بالقوة. يعني لا مش صحيح، اليوم مش كان معناها يعني كان ينجم معناها يمشي يتمسك بحصانة السيد غازي القروي وتبقى الموضوع، ولكن نحن نظرا لكونه متأكد من براءته، متأكد لكونه هي كلها قضايا يعني وهمية وإجاباته كلها موجودة، وبالتالي لا وجود لهذه التهم، فهو تقدم عن طواعية للقضاء وتقدم لكي يواجه مصيره بنفسه، آملا في استقلالية قضائنا وآملا في كونه اليوم ينصف العدل والحق. يعني اليوم ما نطلبين شيء، طالبين إلا كونه الحق ياخذ مجراه. وبالتالي كما قلت لك هذا يعني هي أحلام عند البعض، وهي يعني أماني عند البعض، كونه اليوم يصير انشقاق في كل قلب تونس أو يصير ارتباك بالنسبة للمشهد السياسي. طبعا كلها نحن هذه فرضية غير موجودة، وبالنسبة لنا غير لا يمكن الحديث عليها بتاتا. بالتالي فنحن يعني حزب متماسك، الكتلة متماسكة، والخيار دعم السيد مشيشي ما زال هو نفسه، وشفته بالأمس يعني كان اجتماع للسيد مشيشي مع حزام الحكومي، وكان سيد أسامة الخليفي ممثل كرئيس كتلة قلب تونس في هذا الاجتماع. وبالتالي يعني المسار القضائي نحن ندعو الجميع كونه لا يتدخل فيه، وكونه ما تصيرش محاكمات شعبية، ونصير نصبح نتحدث على يعني شأن قضائي في الإعلام. وبالتالي فإنه اليوم هذا رجاء هو شأن قضائي، لكن له تعلق بأموال التونسيين يا أستاذ، ما تنساش يعني 143 مليار ليست 143 دينار، يعني هذا مبلغ لا بأس به، وربما يحل أزمة تونس يعني هذا. نعم. غير صحيح ما يروج، هي من سبيل الكذب والكذب 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 حتى يصبح حقيقة، وبالتالي قلنا أنها كذبة كبرى لا وجود لهذا الرقم. بربي. طيب. وبالتالي فؤاد يعني خليني آخذ بس مداخلة سريعة. الغسان الشقراني، غسان تفضل بسرعة جدا لو سمحت. سامحني ما نجيش بسرعة، بكري تحدثت بسرعة، تو ما نجيش تحدث بسرعة، يلزمني نحكي في الموضوع الحقيقة.
طيب ما خلي... بسرعه. طيب ما خلينا ناخذ تعليق فاطمه ما حتى على الترتيب، واعود اليك تاخذ راحتك يعني. طيب فاطمه أوكي. كمون يعني الان خلينا نمشي الحقيقه الحمد لله اننا معناها نملك توينسه ذاكره قويه وقويه جدا. نمشي مرحله مرحله. القضيه الذي ذهب بارادته رايناه كيف تم القاء القبض عليه وهو عائد من حملته الانتخابيه. نعم. بمعنى ان هذا السيد تعود على التهرب القضائي، ولكن وكيف تم ذلك كان ذلك قرارا سياسيا وليس بقرار قضائي. جيد خلي نحاول يا فؤاد خلي فاطمه لم تسمعك. فاطمه قال لك فؤاد كيف تم ذلك؟ الإيقاف الأول كان قرارا سياسيا من يوسف الشاهد قال. طبعا خلني كمل. أي لا، من 2016 يوسف الشاهد دخلناه القضية منشورة من 2017 في القطب المالي، تم القبض عليه أنه تهرب قضائيا في 2019. دعنا نتحدث يعني بواقعية. نعم. الحزام السياسي المتحدث عنه الآن والقوي، لماذا لا نتكلم بصراحة وبصدقية؟ أليس هو ثمن إسقاط حكومة الفخفاخ؟ ألم يكن شرط مشروط حتى لا يسقط المساءلة للغنوشي ليكون قلب تونس الذي يمتلك الكتلة الثانية، وهذا لا ننكره نتيجة المقرونة ونتيجة إرحام خليل، الكتلة الثانية في المشهد البرلماني حتى لا يسقط رئاسة البرلمان المقابل أن يكون طرفا في هذا الائتلاف الحكومي؟ نحن نرى المشهد والمحلل، يعني نترك القضاء، نعم نترك القضاء، ولنا ثقة في القضاء، ولنا ثقة في أن يقض الذي حكمت عديد المرات على منابر القناة التي نعرفها كلها كيف تسوق للعمل السياسي، تلك القناة التي أسقطت حتى رجال الثورة، رجال أشداء، وشوهت المناظرين، يعني تتكلم لتكون محاكمة شعبية ومحاكمة إعلامية، نحن تعلمنا ذلك منكم ومن قناة السيد مقرون، عفوا السيد القروي، تعلمنا كل ذلك من قناة وكيف تمت محاكمات وكيف تمت إدارة أبرياء، هذا كله تعلمناه ونتعلمه من يعني من الخبرة الإعلامية التي تمتلكها قناة الآن المتهم. يعني قضاء سيقول كلمته، نعم، والخبراء لنا يعني ثقة فيهم، وكان معلوم أنه سيقع يعني القاء القبض عليه باعتباره يعني سنة كاملة المدة بين الانتخابات الرئاسية والآن لم يعرف كيف يبرر الأموال التي جاءت في حسب دائرة المحاسبات. الرقم الذي ذكرته لم أقوله أنا، هذا رقم متداول، رقم معروف. نحن نرجو البراءة لكل المتهم، ولكن حتى لا نقول أن القضاء تطهر كليا أو غير ذلك، يعني القضاة يتحدثون في القطب المالي والاقتصادي أن الملفات كثيرة وكثيرة وثقيلة جدا، ولكن عدد القضاة قليل لا يستطيعون أن يعني يبحثون في كل الملفات. لكن لا ننسى أن من قبل يومين تم القبض على وزير في الحكومة، وهذا يدل على أن لا علاقة لا لقيس سعيد ولا لمحمد عبو ولا للوبيات ولا لإسقاط ولا لمسار سياسي كما يزعم المتحدث، هو مسار قضائي لفتح ملفات وصلت للقطب المالي والقضائي. نرجو من السادة القضاة أن يعني أن لا يقعوا تحت الضغط كما وقع في الحملة متاع 2019، وأن يتمموا هذا القضاء لكل من شوه هذه البلاد وأفسد المسار السياسي والاقتصادي، على المدان أن يدان وأن يقع أين يعني مكانه. وشن ما حصل في ملف الفهري ويعني الخطوة الاستباقية حتى لا يمكن يعني بالمدة المطولة قانونا، يعني كثيرنا شيطنا للمسار القضائي بتعليات سياسية وهي لا يصدقها الشعب الآن. جيد غسان تفضل. قصد المسألة للتوانسة هو حزب المقرونة تعود بلعب دور الضحية على الشعب التونسي والقيام بالبكائيات والمسرحيات. الجلسة المقررة للسيد نبيل القروي مقررة منذ مدة، يعني لا علاقة للقاء محمد عبو بقيس سعيد ولا علاقة لقرار سياسي بها. وكيف نتحدث عن أن هشام الشيشي هو من دفع في هذا الاتجاه ونبيل القروي هو يكون حزامه السياسي؟ هذه نقطة أريد التأكيد عليها، أي أن القضاء في هذه القضية يعني لعب مساره الطبيعي بمفصل وبمعزل عن المسار السياسي، وإن كنا نعلم أن القضاء الآن يعاني في صعوبات، لكن كل الدعم وكل التشجيع للقضاء على أن يلعب دوره الحقيقي في أن يكون قضاء مستقل وعادل وأن ينهض بالدولة التونسية من خلال الفصل في الملفات بكل موضوعية.
الحقيقة وقت كان يتحدث ضيفك عضو مجلس النواب فؤاد ثامر على ما أعتقد هكا اسمه، الحقيقة يعني انتابني نوع من الخجل والحقيقة مشاعر مختلطة. يعني لو كنت تتذكر صديقي العزيز في الحلقة الفارطة اللي كنا حاضرين فيها أنا وضيفك هذا عضو مجلس نواب الشعب، سبحان الله يعني اللي شوف الأقدار، وقتها كان الحديث عن تضارب مصالح لإلياس الفخفاخ لو تتذكر جيدا. نعم. وكان ضيفك هذا من حزب نبيل القروي يتحدث عن أن تضارب المصالح هو فساد وعليه لابد أن تسقط هذه الحكومة. الحقيقة أنا أشفق على ضيفك هذا اليوم اللي يتحدث على أنه نبيل القروي اليوم خلف القضبان بسبب تهم فساد، والجميع القاسي والداني في تونس يعلم من هو نبيل القروي بشهادة حتى راشد الغنوشي اللي اليوم معاه فرد طاولة، وراشد الغنوشي قال حرفيا نبيل القروي هو رمز الفساد. اليوم نبيل القروي خلف القضبان وضيفك هذا عضو مجلس نواب الشعب يقول هذا عادي ولنا ثقة في القضاء، الرجل خلف القضبان، الرجل مسجون اليوم بتهم فساد، والسيد يتحدث بأريحية ويقول عادي ولنا ثقة في القضاء وهذه تهم مفبركة وتهم سياسية. الحقيقة أنا نحب نسأله من أين تأتون بكل هذه الوقاحة؟ الشعب مل منكم والشعب سئم منكم ومن كذبكم، ضحكتوا على الناس بيرحم خليل وضحكتوا على الناس بالمقرونة. طيب. وتتآمرون في الخارج وعندكم ملف متاع لوبيينج. الحقيقة خليني أذكر نحن اليوم كحزب التيار الديمقراطي رافعين قضية في شأن السيد نبيل القروي في ملف لوبيينج، وهو جاي إن شاء الله هذه دعوة للقضاء. نحن لن نتدخل في القضاء ونصر على استقلالية القضاء، لكن التعجيل في كل الملفات السياسية لرجال أعمال فاسدة. اليوم خليني أقول من غير المعقول أنه يرسم سياسات هذه الدولة ناس مشبوهين، بالأمس جالس بجنب رئيس الحكومة ويقرر في مصير بلاد كاملة وهو عنده تهم بالفساد وعنده شبهات نتاع مئات المليارات سرقها من أموال الشعب والله أعلم منين جايبها، تهم بتبييض الأموال، تهم بالفساد، أموال مجهولة المصدر، كل هذا والناس هذوما يقروا في مصير البلاد. أنا خليني أكمل، أنا قلت لك خليني ناخذ بعض الوقت وأختم. أنا كما أشفق على ضيفك هذا أشفق على حركة النهضة أيضا اللي بالأمس يتحدثوا على حكومة الياس الفخفاخ وأسقطوها من أجل تضارب المصالح. اليوم شريككم في الحكم وحزام السياسي اللي هي حكومة المشيشي اليوم خلف القضبان، فتزيدوا تخرجوا تصدروا في بيانات اليوم تساندوا في رجل خلف القضبان. خلينا على كل بيان حركة النهضة يساند في الحزب ولم يساند القروي، يساند في قلب تونس، يساند في الحزب، الجملة واضحة في البيان، يساند في الحزب من أجل يعني اعتقال ولا من أجل إيقاف زعيمه، يساندونه على ماذا؟ إذا كان زعيمهم فاسد فليكن في السجن، لا مساندة للفساد. إذا كان هو فعلا فاسد سيثبت القضاء ذلك، وإن كان بريء سيثبت القضاء كذلك. غسان خليني أعود بعدين أعود للدكتور محمد بعد قليل، خلي أستاذ بشير فؤاد يرد، لكن في الأثناء ورحب بالأستاذ بشير عبد السلام كاتب صحفي تونسي من باريس، سأتيك بعد قليل أستاذ بشير للتعليق على هذا الموضوع. تفضل أستاذ فؤاد ثامر، ما رأيك، ما تعليقك على ما سمعت من فاطمة كمون وغسان شقراني؟ هو في الحقيقة أنا ما مش نهبط المستوى هذا الأخير الذي كان يتحدث، وأنا أعلم جيدا وجيعتهم بعد سقوط حكومتهم، واليوم هم منكسرين واليوم يبحثون عن طيب. لكن يا أستاذ فؤاد لا تنسى أن الكلام الذي قاله غسان شقراني أن حكومة الفخفاخ أسقطت بدعوى تضارب المصالح، لكن هنا كذا يعني أتعس ربما ولا أشد نكرانا عملية تحيل كاملة بمليارات الدينارات كما يقال التهمة إلى حد الآن، يعني الأمر سواء هنا وهناك. يعني السيد نبيل القروي هو رهن الإيقاف التحفظي ولا وجود لحكم يدينه، وبالتالي أن نتحدث إيه، لكن واضح دائرة المحاسبات قدمت ملفا ثقيلا يا أستاذ. الملف الذي قدمته دائرة المحاسبات ينتظر الإجابات من هيئة الدفاع لنبيل القروي، وبالتالي اليوم كما قلت لك نحن الإجابات متوفرة ومتأكدين تماما من براءة السيد نبيل القروي ومن كونه يعني ما يسوقه البعض من هؤلاء الذين كانوا يتحدثون هو أوهام، وهي أمنياتهم في الحقيقة كونه اليوم يتحدثوا على كونه يعني
في بالنسبه لحزب قلب تونس وبالنسبه لحكومه السيد مشيشي. انا اعود لاقول كلمتين اليوم. انا ما نحبش ندخل في المسار القضائي وما نحبش نتحدث على تفاصيل القضيه لان هذا الشيء القضائي، واليوم احترام لنفسنا كون ما نتحدثوش على الشيء هذا. طيب. لكي لا تكون كما قلت محاكمه شعبيه. نقول اللي راهو حزب قلب تونس كما قلت لك مازال انتخبه الشعب التونسي وهو محدد في المشهد السياسي التونسي، ما زال مساند لحكومة السيد المشيشي، ونشد على أيديه من أجل الإصلاح ومن أجل الذهاب في خدمة التونسيين. ما عدا ذلك فكله اليوم من قبيل المزايدات ومن قبيل محاولات الضغط على القضاء لإدانة السيد نبيل قرن. واضح جدا. شكرا جزيلا فؤاد ثامر القيادي في حزب قلب تونس، شكرا جزيلا لك، كنت معي من تونس. انا مواطنه تونسيه ادعو الى النظافه، نظافه الايادي ونظافه الوجوه، جيد. لذلك اسحب كلمتك. جيد فاطمة. دكتور تعليقك إذن على هذه الخطوات التي بدأ دكتور محمد، التي بدأت يعني هي خطوات في الاتجاه الصحيح، هل تعتقد أنه فعلا مسار فتح الملفات الكثيرة بدأ حقيقة هذه المرة؟ يعني نحن نأمل ذلك، لكن دعني أعلق على ما قيل حد الآن أنه نعم. لن نتحدث عن براءة نبيل القروي من عدمها، بل ما سينال حزب قلب تونس جراء مثل هذه المحاكمة. يعني حقيقة لا يمكن الفصل بين مسار نبيل القروي كزعيم سياسي وكرجل أعمال وكمورط في الفساد ومصير حزبه قلب تونس، لأنه لو نزعنا نبيل القروي من حزب قلب تونس لما كان هناك حزب. هذا أولا، وثانيا ما يتهم به نبيل القروي من فساد يطال كذلك الحزب. كيف أنشئ هذا الحزب؟ من أين يعني يأتي بالأموال؟ كيف تشكل؟ ولما لم يقم إلى حد الآن بمؤتمره؟ هذا سؤال كذلك. وبالتالي حتى حسابة الحزب لابد أن تخضع في وقت ما إلى المحاسبة. أعود إلى سؤالك الآن. نحن وإن كنا كشعب تونسي وأنا فرد منه أحس بوطأة الفساد في هذا البلد وبوجوب أن تعمل الحكومة كل ما في وسعها من أجل أن تتجاوز هذه المرحلة. هناك يعني تأكيد من رئيس الجمهورية على محاربة الفساد، هناك رغبة عميقة عند الشعب التونسي في محاربة الفساد، هناك رغبة كذلك في الجهاز القضائي لكي يحافظ على استقلاليته ولكي يمضي في الملفات التي بحوزته إلى آخرها حتى يؤكد أولا للشعب التونسي مصداقيته، واثنين كي يؤكد للحكومة استقلالية الجهاز عن الإدارة التنفيذية عن الجهاز التنفيذي، وثالثا كي يؤكد للشعب التونسي جدارته بهذه الاستقلالية. إذن هناك ثلاث شبهات نتوقف عندها حين نتناول هذه القضية. بعض ربما قد يظن أن القضاء يرد الجميل للحكومة حين يعني تفاعلت مع القضاة وأسندت لهم بعض الامتيازات كما كانوا يطالبون في إضرابهم الأخير. أنا أقلب السؤال وأقول، هل من مصلحة قلب تونس الوقوف إلى حد الآن مع حكومة المشيشي من عدمه؟ ولماذا يقفوا معها والحال أن المشيشي نفسه متهم بتوريط نبيل القروي؟ يعني إذا قلنا أن هناك دوافع سياسية وتعليمات من الحكومة بوجوب محاكمة نبيل القروي، فهذا يناقض موقف الحزب السياسي. إلا إذا اعتبرنا أن مساندة نبيل القروي وكتلة قلب تونس في البرلمان الآن لحكومة المشيشي، وهذا ما قيل منذ أمس في الندوة الصحفية، إنما هو لتخفيف وطأة محاكمة نبيل القروي وكي يتفكك الحزب على الأقل وقتياً، وكذلك هي محاولة للتودد للحكومة أو لإبراز وكأنه المشكلة يعني تتجاوز مسألة تقاسم مغانم السلطة وتقاسم الحكم. نعم. وهي مجرد يعني لوبيات عملت قديما على توريط نبيل القروي. يعني لابد، يعني الأمر متشابك كما رأيت وفيه عدة جوانب. المهم في هذا كله أنه القضاء الآن مصر
إصرارا كبيرا على وجوب استكمال هذا الملف وافتتاح ملفات أخرى، وقد عاونت الحكومة في ذلك حقيقة عندما فتحت ملف يعني ما يسمى بنفايات إيطاليا وإيقاف بعض عمدائه يعني من الديوانة وبعض كبار المسؤولين وحتى وزير زج به في يعني في الإيقاف التحفظي حتى استكمال الملفات. نحن نستبشر خيرا بهذا، وما دام رئيس الدولة يدفع في هذا النحو وما دامت الحكومة تعمل في هذا الاتجاه فإن الشعب أكيد سيقف معها وسيعني يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود قريبا بإذن الله. دكتور ابقى معي سأعود إليك بعد قليل. بشير عبد السلام الزميل الصحفي من باريس، شكرا لك على الانتظار كذلك. رأيك أنت بشير عبد السلام في كل الذي يحصل، هل تأثيره خاصة سياسيا هل سيكون له تأثير على التماسك الحكومي، تماسك أصلا حتى كتلة قلب تونس في حد ذاتها، الحزام السياسي لحكومة المشيشي كيف سيتأثر لأنه مثلا الدكتور كان يتحدث الآن على أنه قلب تونس أصلا مرتبط بنبيل القروي، لو ذهب القروي ربما يتفكك الحزب، أنت ما رأيك؟ نعم، أهلا وسهلا، شكرا على إتاحة هذه الفرصة، شكرا للضيوف الكرام، استمعت بشكل جيد لكل المتدخلين. الهم التونسي في حقيقة الأمر في هذه الأيام بين حدين. الحد الأول هو معركة الدولة، الدولة التونسية لديها معركة حقيقية من أجل أن تخرج من بين أيدي كل الفاسدين وكل صدمة النظام القديم المتحكمين في المسألة المالية والتجارية والسياسية والأمنية والقضائية. النظام القديم لم يذهب، النظام القديم بكل تمظهراته لا زال متشبتا ولازالت لديه أوراق كثيرة من حزب النداء إلى أحزاب أخرى كثيرة. حتى أن رئيس آخر أمين عام للتجمع يقول بأن هناك اليوم بين 50 إلى 70 نائب موجودين في البرلمان هم في حقيقة الأمر من أبناء التجمع. لا يجب أن تغيب علينا هذه الحقيقة، الحقيقة الساطعة أن التجمع الذي كان يحكم الدولة من خلال التجمع لا زال النظام القديم موجود في أجهزة الدولة وفي الأجهزة السياسية للدولة وفي البرلمان. الحد الثاني، المعركة الثانية، هي معركة بين الفرقاء السياسيين الوطنيين الذين لم يجدوا إلى حد الآن المشترك بينهم من أجل عزل القديم ومن أجل أن تكون لهم الأغلبية داخل البرلمان وداخل الدولة وداخل الحكومة وداخل الرئاسة وداخل النظام الجديد. هذه المعركة الحقيقية اليوم. النظام القديم يحاول قدر الإمكان أن يقسم الصف الوطني خاصة داخل البرلمان، وقد نجح إلى حد الآن في أن جعل هناك إسفين حقيقي بين مكونات المشترك الوطني، بين مكونات التيار الوطني. طيب بشير عبد السلام، من تقصد بالنظام القديم؟ من يمثله؟ النظام القديم يمثله حزب سيد نبيل القروي، وتمثله عبير موسي، وتمثله بعض المجموعات الأخرى، وكان يمثله الشاهد، وكان يمثله النداء، وكان يمثله وزير الدفاع الذي تقدم إلى الرئاسيات. كل هؤلاء يمثلون النظام القديم، وهؤلاء موجودون الآن داخل الحكومة وداخل البرلمان. انظر اليوم أن الشق الوطني حركة النهضة وحزب الشعب والتيار الديمقراطي وبعض المستقلين لم يقدروا في حكومة الفخفاخ أن يصبروا على بعضهم البعض من أجل أن يكونوا حكومة وطنية لهذا التيار الوطني. ولذلك لا نستغرب اليوم أن هذه الأحزاب التي لم تقدر على لم شمل التيار الوطني عموما، نستغرب منها، أنا شخصيا أستغرب منها الآن، أنها تقوم بمعركة خاطئة ضد نبيل القروي أو غيره. لكن يجب أن نعود إلى نقطة، عفوا باختصار شديد، هي نقطة مهمة جدا.
نبيل القروي اليوم وحزبه متمثل في البرلمان، وإذا أراد الوطنيون إنجاح المسار الديمقراطي والانتقالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون المعركة ضد هذا الحزب من خارج الأطر القانوني. معنى ذلك أن القضاء اليوم نتمنى أن يكون مستقلا، لكننا نستغرب أن في هذه اللحظات أن يتدخل القضاء بهذه الشاكلة السياسية. هذا شكل سياسي، ونتمنى أن لا يكون سياسي. كيف أين السياسي؟ أين السياسي بشير؟ أين السياسي؟ هذا الرجل معروف أنه كان في نهاية السنة سيعادل القضاء، وقد بقي في السجن في الصيف في شهر أوت مدة طويلة، أطلق سراحه في أكتوبر، وهناك ملف ثقيل من دائرة محاسبات عشرات المليارات. يعني أين يعني كل هذا واضح عند القضاء وعند السياسيين وعند التونسيين كذلك. سيدي الكريم، أنا أقول سياسي بتعبير بسيطة. في القطب القضائي المالي الذي يعالج القضايا الكبرى هناك 1200 قضية، 1200 قضية كبرى، لا نتحدث عن القضايا صغيرة. نعم. والألف ومئتي قضية كبرى، هؤلاء المورطين فيها هم كبار القوم، ومنهم ما لا يقل عن 15 نائبا لا زالوا موجودين في البرلمان. هناك بعض النواب منذ سنة 2012 يحاول القضاء تجريدهم من الحصانة، ولم يقدر إلى حد الآن تجريدهم من الحصانة. يعني هناك قضايا كبرى جدا لم يقدر القضاء بعده ورغم محاولاتي على أن ينفذ إلى هؤلاء. هذا الجانب أقول سياسيا، لا أدافع على هؤلاء ولا هؤلاء، لكن نحن كتونسيين، عفوا الجملة الأخيرة، نحن كتونسيين نثمن كل ما يقوم به القضاء، كل ما تقوم به الدولة من أجل أن تخرج من تحت أيدي الفاسدين ومن تحت أيدي الإرهابيين ومن تحت أيدي الذين يتحكمون فيها إلى حد ما. يعني بالنسبة إليك بشير عبد السلام، بالنسبة إليك هناك انتقائية في فتح ملفات فساد في تونس؟ نعم، هناك انتقائية إلى حد الآن، هناك انتقائية كثيرة جدا، والدليل على ذلك أقول كمعلومة يعرفها أصدقائي الذين يتدخلون الآن من تونس. نعم. لم يقدر البرلمان التونسي أن يسحب الحصانة من أي برلمان، برغم أن القضاء تقدم في أكثر من 15 نائبا، ولم يقدر البرلمان التونسي من خلال الضغوطات الممارسة عليه ومن خلال التجمعين الموجودين داخل البرلمان، لم يقدر إلى اليوم البرلمان التونسي أن يسحب من هؤلاء. ولذلك هناك انتقائية، نعم انتقائية مفروضة على القضاء، لا أقول يقبلها القضاء، ولا أقول أن القضاء يتمر بأمر الرئاسة أو يعتمر بأمر فلان أو علان، لا، ولكن القضاء اليوم غير قادر قدرة حقيقية على أن يبسط يده على كل الفاسدين أو يفتح كل القضايا الموجودة بينه. كلمة أخيرة في هذا المجال، اجتمع السيد المشيشي منذ يومين تقريبا مع كل المكونات السياسية التي تدعم حكومته، وهذا ما أردت أن أقول بالسياسي. إذا كان السيد نبيل القروي اليوم تحت يد القضاء فيجب أن نتركه للقضاء، ولكن حزبه بما أنه موجود داخل البرلمان فبإمكان هذا الحزب أن يواصل عمله داخل البرلمان بشكل جيد، ولكن أن تنفض الشراكة بين الحزب وبين رئيس هذا الحزب، لأنه لا يمكن عدليا أن نقوم أن نحاكم مجموعة بجريرة شخص إلا إذا كان كل هؤلاء الأشخاص سيحاكمهم القضاء. ويقال أنه أصلا قروي أسس حزب حتى يحمي نفسه من يعني من هذه التهم، ففك الارتباط يعني الاستسلام التام يعني. طيب بشير، أشكرك شكرا جزيلا لمداخلتك القيمة. بشير عبد السلام كنت معي من باريس. غسان شقراني، أنتم في التيار الديمقراطي كذلك متهمون بالانتقائية في تناول ملفات الفساد، يعني اللي معاكم غطين عليه كما يقال بالتونسي، والآخرون تفتحون ملفات وتقومون بالحرب الحروب الممكنة كلها، عبير موسي متعلقة بها، تهم كذلك
في دعم وغير ذلك، أموال تأتي من هنا ومن هناك خارج تونس داخل تونس، لكنكم لستم إلى حد الآن لم تتحدثوا عن هذا الملف، بل أكثر من ذلك هناك توجه إلى ربما نوع من التحالف مع عبير موسي ضد شريككم في النضال، دعنا نقول بين قوسين، اللي هو حركة النهضة بالأساس، واللي كنتم مع بعضكم كل هذا بسبب اختلافكم في حكومة الفخفاخ، والنهضة يقال أنها اتهمت بإسقاط هذه التجربة، وبالتالي الآن علي وعلى أعدائي تصريحات عبو نارية للغاية، تصريحات قيادة النهضة كذلك ضد محمد عبو ضد حزبكم، وهذا مؤسف فعلا كل من هو في الثورة حينما يرى خاصة النهضة والتيار بهذا الشكل يتأسف كثيرا كثيرا، بل يحزن ربما على الحياة السياسية، لأن التونسيين كانوا يرتقبون شيء أكبر من هذا وأعلى من هذا منكم كسياسيين. أنتم متهمون بالانتقائية، لماذا على سبيل المثال لا تفتحون كذلك ملف عبير والبحث حول تمويل حزبها هذا والدعم الإعلامي الكبير، وأنت تعرف جيدا ماذا أقصد؟ واضح الساعة في البداية التوضيح، ليس هناك أي شراكة مع حزب عبير موسي اللي هو حزب الدستوري الحر، ليس هناك أي شراكة، هذا ما سعت إليه بعض قواعد النهضة لكي ترسخه في الأذهان من خلال يعني فبركة محادثات بين عبير موسي ورئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار، يعني قاموا بالفبركة وهذه أساليبهم وليست بجديدة عنهم. يعني رسائل الواتساب هذه فبركة، رسائل الواتساب فبركة هذه؟ طبعا هناك رسائل يعني فبركة خرجوها قواعد حركة النهضة، وقام محمد عمار بنشر الرسائل الحقيقية بينه وبين رئيس كتلة الدستور الحر عبير موسي، وكما قلت هذه يعني أرادوا أن يرسخوها في ذهن الناس أن هناك تنسيق بين التيار وعبير موسي. والغريب في هذا أن يعني من يسوقون لهذه الفكرة زعيمهم راشد الغنوشي وضع محمد الغرياني أمين عام التجمع المنحل مستشارا لديه، وهو يعني كان يعني تنظيميا يرأس عبير موسي، يعني قمة النفاق وعدم الانسجام. ليس هناك أي تنسيق مع عبير موسي، بالعكس أنت قلت لي لم تفتحوا ملفات عبير موسي. السيد الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي والوزير السابق محمد عبو لما كان وزير دولة يعني اقترح مهمة رقابية حول تمويل جميع الأحزاب السياسية بما فيها عبير موسي وحركة النهضة، وكالعادة حركة النهضة ترفض هذا الملف بتاتا. يعني أذكر ما شئت إلا ملف تمويل الأحزاب لحركة النهضة تجدهم يعني يتحولون ويشتطون غضبا. بالنسبة لعبير موسي كما قلت يعني تقدم بشكاية تقدم بها وقتها الأستاذ محمد عبو كذلك في موضوع تمويلها، وليس هناك أي انتقائية في الحرب على الفساد التيار الديمقراطي، والدليل أنه يعني لما كان عاود نقول لك محمد عبو وزير الإصلاح الإداري أذن بالمهمة الرقابية في ملف ياسر فخفخ، وهو من حول الملف لوكيل الجمهورية، والتيار الديمقراطي أقولها هنا على الملأ اللي شاد عليه دوسي يصبه، واللي عنده مليم واحد أعطاه للتيار الديمقراطي وأراد من ذلك مقابل، وإلا مليم واحد دخل لخزينة التيار الديمقراطي من مصدر مجهول وغير شرعي فليتقدم به القضاء. بالتالي أنا ضيفك السابق كان يتحدث عن أن جميع الأحزاب مورطة ولديها مصالح مع رجال أعمال، لا 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 لا، نحن يعني موجود فما أقلية صحيح في تونس، وفما العديد من الأحزاب النظيفة منها التيار الديمقراطي، وأي إنسان ينجم يجيب علينا ملف أو رجل أعمال يبتزنا أو تمويلات مشبوهة فالقضاء له، ونحن نفضح كل الناس المشبوهة. وعبير موسي لم نفلت أي معناها مناسبة باش ذكرنا أن لديها غسان أموال طائلة وأنه هناك جهات نافذة تدعم فيها نعم نعم. غسان قبل مغادرتنا، ما حقيقة ما تجهزون له مع شركائكم الشعب وغيره من لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان؟ هو الحقيقة الاعتصام الإرادة في الكتلة الديمقراطية ما زال متواصل في مجلس نواب الشعب. لدينا اجتماع في غضون هذا الأسبوع مع كتلتنا كمكتب سياسي، سننظر في كل الوسائل التصعيدية النضالية المتاحة والقانونية في مجلس نواب الشعب لكي يبلغ الاعتصام
يعني مراده، يعني كل السيناريوهات مطروحه وكل الامكانيات وارده من هذه السيناريوهات ما ذكرت، يعني كل شيء وارد، ونحن لن نتوارى عن دفاع في حقنا ضد كل اشكال العنف والتنديد ضد كل اشكال العنف داخل البرلمان وخارج البرلمان. لماذا تحرقون كل سفنكم في حربكم مع حركه النهضه؟ هو الحقيقة مش حرق سفن، لكن حركة النهضة معناش يعني خصام مباشر، نحن ماناش موجودين في الساحة السياسية كما بعض الأطراف الأخرى موجودة أساسا باش تحارب حركة النهضة، لا، اليوم نحن نحكيه على برلمان شعب، نحكيه على مؤسسة سيادية، نحكيه على دم سائل في البرلمان التونسي، بالتالي حركة النهضة لا تريد أن تكون عادلة، يعني نشوفوا فيها يعني تخرج في بيانات تساند في العنف المسلط على العديد من الجهات السياسية، لكن رئاسة البرلمان وإلا رئيس البرلمان لا يريد أن يصدر بيان يعني يساند فيه الكتلة الديمقراطية لما تعرضت له من عنف متمثل في أحد نوابها، وهذا طبيعي أن نخوض أمامها كل الحروب المتاحة لافتكاك حقنا، زادا مش حركة النهضة تفعل ما يحلو لها والشيخ راشد غنوش يفعل ما يحلو له في البرلمان، وليس لا يدخل هذا في إطار المناكفة السياسية. شكرا جزيلا غسان شقران قيادي في التيار، كنت معي من تونس. فاطمة، إذا أمام هذا المشهد لا أدري أسميه متشظي أم لا في الحياة السياسية في المجلس السياسي، المشهد البرلماني متشظي بالأكيد، يعني في ذكرى عاشرة للثورة التونسية تجعل كثير من التونسيين فعلا يعني يرفعون تلك أو يكررون تلك المقولة أننا لم ننجز شيئا، ما كيف تنظرين أنت لهذا الواقع فعلا الذي لا ينبئ، البعض يقول لا ينبئ بمستقبل جيد؟ لا، فلنكن على أكثر أمل، يعني حقيقة نحن عنا بعض المكتسبات من الثورة وهي مكتسبة حرية التعبير، ولكن لا ننسى محاولة الانقلاب المتكررة على مسار عدالة الانتقالية والتي أضعفت هذه المحاكمات والتي جعلتنا نرى هذا المشهد المتشظي. يعني لو اتبعنا مثلا الملف الذي أدلى به عماد الطرابلسي لكان اليوم وزرانا راهم قابعين في سجن جوار نبيل القروي والفهري وغيره، ولكن الذين أرادوا مصالحة شاملة منذ 2014 ثم مبادرة أخرى سنة في 2019 للانقلاب على المحاكمات العادلة والدواء القضائية المتخصصة والعدالة الانتقالية يتحملون جزء كبير من هذه المسؤولية التي أحبطت آمال وأحلام الشعب التونسي. كل يعني وعود قليل الوراء للملفات الانتقائية غير صحيح، باعتبار أن شاهدنا كما ذكرتم الفضلات اللي جاية من إيطاليا، شاهدنا من استورد الدرع المسرطن، كذلك ملفات العدالة الانتقالية والتي للأسف الشديد لم يقع فيها البدء إلى حد الساعة، وذلك بأسباب عديدة منها القضائي ومنها الضغوطات السياسية. وأدعو الجميع أن يتحمل مسئلته أمام هذا الشعب، أمام الضحايا، أمام الله على كل حال قبل كل شيء، يعني أن يكلف الغرياني بملف العدالة الانتقالية هي طمس لعيون الضحايا والشهداء وجرح الثورة، هو يعني انقلاب كلي على طموح وأحلام وأمال الشعب التونسي. نحن في مرحلة فعلا يعني مرحلة إذا شئنا هي يعني ولادة صعبة وصعبة جدا، ربما سيكون في المرحلة القادمة المولود كذلك يعني مشوه نسبيا، ولكن أكيد تونس حبلى وسترد يعني بعد مدة أبناء صالحين حتى يخرجوننا من عنق هذا الزجاجة، حتى نرى فعلا حياة سياسية نظيفة، حتى نرى يعني حتى تنصف عائلات وأمهات الشهداء والجرحى، حتى تعود الحق لأصحابه. لا نفقد الأمل، ولكن يعني هناك وكل زلزال يعني في المدارات، يعني هناك حالة ارتداد ونحن في حالة ارتداد لم نرى بعد يعني خط مستوي بعد، لكننا ما زلنا نأمل لنرى ذلك. دكتور أبقي معي فاطمة، سأعود إليك لو سمحتي. دكتور محمد، ثورة ناقصة قد يكون حققت أشياء في الجانب السياسي والحقوقي والحريات، لكن الذي من أجله ثار التونسيون لم يتحقق فيه إلا النزل القليل اللي هو الاقتصادي والاجتماعي. من عطل هذه الاشتغال دعنا نقول أو تحقيق أشياء في هذين المجالين؟ ما عطله هو يعني الحياة السياسية المتعطلة وال يعني المبعثرة،
يعني الأحزاب السياسية لم تفهم إلى حد الآن ما الذي يعتمل في أحشاء الشعب التونسي، وبالأحرى يعني ما الذي يريده من ثورته. الأحزاب السياسية يعني مناكفاتها ومحاربتها بعضها بعض لتحقيق مكاسب سياسوية ضيقة، هذا ما عطل يعني، هذا ما أحدث انسدادا في الحياة السياسية، وبالتالي عطل يعني كل مجريات الحياة الأخرى وخاصة الاقتصادية منها. يعني حين نرى ارتباك أصحاب الحكم والمسيكين بزمام السلطة طوال 10 سنوات، ويعني قصر يدهم من أن تلمس المشاكل الحقيقية وتحول كل الصراعات إلى صراعات سياسية محضة، هذا يعني يحبط الشعب التونسي ويجعله يعني في قناة اقتصادية اجتماعية مسدودة. ما الذي يريده الشعب التونسي؟ هذا هو المطلوب. حتى الرئيس لما تم انتخابه بنسبة مئوية كاسحة، كنا نظن أنه سيمد يده لانتشال هذا الشعب من وحدته، ولكي يعني يهديه برنامجا على الأقل. إلى حد الآن الرئيس لا زال يعني تصريحاته غامضة وعلى غير اتفاق مع الأحزاب السياسية، والأحزاب السياسية من جهة أخرى رسكلت بقايا التجمع ونفس اللوبيات التي كانت تحكم تونس قبل 2011 هي نفسها عادت الآن وبأكثر ذراوة وبأكثر قوة. حتى الأحزاب، بعض الأحزاب كي لا أعمم، بعض الأحزاب التي كنا نظن فيها الخير وأنها تحمل الهم الوطني، يعني صراحة سحبت البساط من تحت هذا الشعب، ولذلك شعبيتها في انحدار إن لم نقل يعني في تهاوي نحو الحضيض. يعني هناك أحزاب فقدت مكانتها في البلاد لأنها لم تفهم بعد ما الذي يريده الشعب التونسي وكيفية يعني أو السبل الكفيلة بإخراجه مما هو فيه من فقر وبطالة وتهميش. يعني إلى حد الآن المحكمة الدستورية لم تنجز، لو أنجزنا هذه المهام السياسية وعلى رأس المحكمة الدستورية وقانون جديد يعني لتنظيم الحياة السياسية، يعني قانون انتخابات جديد فيه العتبة وقانون انتخابي جديد إلى غيره، لو أنجز هذه المهام لتفرغنا الآن إلى ما هو أهم. يعني كل هم من يحكم هو البقاء في كرسي الحكم ولو على أنقاذ هذا الشعب. يعني إلى حد غير مطروح مشروع وطني يتبناه يعني الوطنيون ويعني يسهرون على تنفيذه، هذا هو الإشكال. جيد، الوطنيون يطلقون النار على أرجلهم بأيديهم يا دكتور. شوف هذا الصراع الموجود بيناتهم، يعني كان الناس يأملون في حكومة الفخفاخ على الأقل أن تكون حكومة فعلا يعني تعود بمن جاءت بهم الثورة، لكن مع كل أسف رأينا كل ما رأيناه. قد يكون هذا سلبيا أو إيجابيا، سأعود إليك بعد قليل تعليقي على هذه النقطة، لكن الآن معي الأستاذة آسيا العتروس الكاتبة الصحفية. مرحبا بك سيدة آسيا، وشكرا جزيلا للمشاركة معنا. قضية نبيل القروي الآن وإيقافه والملف الثقيل يقال أنه لن يخرج الآن، ما تأثيره بداية على تماسك واستمرار قلب تونس، أم أنه سيندثر كما حصل مع نداء تونس؟ ثم ما تأثير كل هذا على التماسك الحكومي، الائتلاف الحكومي، على الحزام الداعم لحكومة المشيشي بتقديرك؟ أولا مساء الخير، فرصة أن أقول لكم عسى أن تكون نهاية هذه السنة نهاية للأحزان والجروح المأساوية الكثيرة التي امتدت إلى كل العالم، خاصة مع هذا الفيروس اللعين الذي حول حياتنا إلى عبث في عبث تقريبا في العالم أجمع من دول قوية وغنية. طبعا المشهد التونسي هو درامي بكل ما تعنيه هذه الكلمة، يعني وقضية إيقاف رئيس قلب تونس نبيل القروي ليست آخر ما تفصل في هذا المشهد يعني الغريب العجيب العبثي في كل مجالاته. يعني طبعا سيكون له تداعيات وهذا ليس بالجديد، ورأونا محاولة استباقية من رئيس الحكومة أمس هشام مشيشي في اجتماع مع الكتل الداعمة لحكومته، وربما تكون خطوة استباقية ومحاولة يعني لتوجيه رسالة بأن حكومته متماسكة وبأن يعني
ما يروج بشأن يعني سحب البساط أو انفراط عقد هذا الحزام الثلاثي الترويكي حول هذه الحكومة بصدد الاندفاع. ولكن ما في المقابل هناك وقائع واضحة، يعني هذه يعني قضية فساد حتى الآن، يعني هي أمام القضاء، لا نريد استباق الأمور، تبقى قرينة البراءة قائمة ويبقى كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، مهما كان يعني من حقنا بالقروي محاكمة عادلة، من حقنا بالقروي أو غيره يعني محاكمة عادلة. هذه حرب معلنة في تونس عن فساد، ونتمنى أن تكون حرب حقيقية ولا تكون يعني مجرد يعني خطوة كسابقاتها. يعني نذكر جيدا قبل 3 سنوات حكومة يوسف الشاهد عندما قال احنا اخترنا تونس واحنا اخترنا الحرب على الفساد، وخرج معلنا القضاء معلنا ايقاف شفيق جرايه، ثم توقفت العملية هناك. وكل التقارير تشير الى امتداد الفساد في البلاد، امتداد الى كل المؤسسات، الى كل يعني حالة انهاك كبيرة للبلاد والعباد بسبب الفساد. طيب، كل ما نتمناه أن تكون هناك يعني رؤية واضحة، أن تكون هناك حرب حقيقية على الفساد، وأن يكون أيضا القضاء طيب مستقل وقادر على الانتصار في المعركة. سيدة آسيا، الائتلاف الحكومي، أود منك تعليق حول هذه النقطة. بالنسبة للائتلاف الحكومي، يعني بالتأكيد يعني قلب تونس كان يعني عجلة الإنقاذ لحركة النهضة منذ البداية، يعني كان أنقذ راشد الغنوشي زعيم رئيس البرلمان في محاولات سحب الثقة منه، كان أنقذ هذا الحزب في مواجهات كثيرة، وهو بالطبع حليفه. هو البارحة يعني حركة النهضة أصدرت بيانها بأنها يعني متماسكة وأنها متضامنة مع قلب تونس، ولكن لعل الأيام القليلة القادمة يعني من شأنها أن تظهر مدى تماسك هذا الحزب بعد سجن رئيسه بتهمة تبييض الإرهاب، وهي تهمة ثقيلة، ويبدو أن الرقم مهول، وهذا ليس جزء من قائمة اتهامات أخرى. إذا ما تم فتح ما جاء في تقرير محكمة دائرة المحاسبات، في تقارير سابقة حول دائرة المحاسبات في هذا الشأن. ولكن المهم في هذه النقطة أنه إذا فتحت هذه الملفات فهي لن تنحصر في قلب تونس فقط، فتقريبا كل الأحزاب الثقيلة، كل الأحزاب الحاكمة هي يعني تلاحقها شبهات فساد، وهناك يعني أدلة وتقارير ثابتة في هذا المجال حول المال الفاسد، حول تمويلات يعني مشبوهة من الخارج. وطبعا يعني الفساد لا ينحصر في رقعة قلب تونس أو نبيل القروي، هناك الفساد السياسي، هناك الفساد المالي، هناك الاغتيالات، هناك تهريب الأموال، هناك شبكات التسفير، هناك يمكن أن تفتح كل هذه الفساد؟ هذه نقطة عالقة. هل لدى بعض السياسيين في تونس ما زالت لديهم الشجاعة لإسقاط حكومة المشيش الآن أمام هذا الوضع الوبائي والاقتصادي الذي تعيشه تونس؟ عندما تسألني عن نخبة تفكر في مصلحة تونس في هذا شيء آخر، ولكن نحن لم نرى نخبة إنها مهووسة بمصلحة تونس وبأمنها وباستقرارها. نحن لم نرى في مجلس نواب الشعب غير الرقص على الحبال، لم نرى غير الحروب الكلامية، غير الصراعات، غير العودة إلى البحث عن جنس الملائكة. حاولوا بكل الطرق أنهم ينفروا التونسيين عن يعني يجعلوا نظرتهم إلى السياسة، أنهم حتى البعض أنه بدأ يحل إلى زمن السابق ولزمن الدكتاتورية بدلا عن هذه الفوضى وعن هذه الحالة المزرية التي بلغها المشهد التونسي. نحن نقول أنه ربما الحكومة يمكن أن تدافع عن نفسها إذا ما نجحت في أن يكون لها إنجازات على أرض الواقع، في أن تتجاوز هذه الإخفاقات وهذا الفشل، وأن تقدم للتونسيين ما يمكن أن يساعد في استعادة الثقة، وأن يتجاوز أزمة راهنة حاليا، لأن البلاد مفتوحة على انفجار كبير، تحركات في الجهات اليوم، موجة برد كبير في جهات الشمال، هناك فقر، هناك حرمان، هناك تهميش، هناك غضب كبير،
والمخب في للاسف هي في واد وهي يعني لا تشعر بنبض الشارع وهي غير معنيه بما يحدث في هذا البلد. شكرا جزيلا آسر عطروس الكاتبه الصحفيه، بارك الله فيك، كنت معي من شكرا تونس لكم. شكرا لك فاطمه كمون. هذه الثوره التي لم تكتمل، من المسؤول الان في تونس على حمايه مسارها اذا كان الساسه صاروا منشغلين بمصالحهم وتثبيت وجودهم في مواقعهم التي اكتسبوها الآن، ما المسؤول على حماية هذه الثورة ومسارها؟ في الحقيقة هو نقول أننا يعني نشهد انتكاسة هذا أكيد، ولكنها ليست جديدة، يعني لا نقول أنها جديدة، لنقول أنها يعني من القصبة اثنين احنا بدأنا نشهد ردة حقيقية يعني بعودة الباجي يعني رئيس حكومة، ثم أعاد كل حاشيته إليه، ثم فرط في الأرشيف الذي يدين النظام السابق، إضافة إلى يعني التشكيك حتى في من يومين يعني استمع إلى نائبة في البرلمان للأسف تشكك حتى في سيدة سهام بسدرين التي يعتبرها العالم نموذج يعني حاليا بالرغم يعني بكل علات المسار تشكك فيه حتى تقنع الشعب التونسي أن المصالحة الحقيقية هي الحل، والتي طرحها مؤخرا الشيخ راشد حتى على حساب الضحايا والجرحى وتقول أنهم أكثر متضررين، وهذا معيب جدا في حق كل يعني الذين عملوا لأجل تونس. نحن ما زلنا يعني التخبطات ما زالت طويلة وما زالت تطول، إلا إذا أردنا حل اقتصادي اجتماعي تطبيقه فعلا. يعني عجبني كلام السيد الدكتور سي محمد بن سلمى عندما يقول نراهم في البرلمان، نعم نراهم في البرلمان، نراهم يشيدون يعني عمارات في الجنوب التونسي بفضل التجارة الموازية والتهريب، والكل يعرفهم بالاسم والصورة والفعل والمهنة وغير ذلك، ولكننا نخفي ذلك اولا خوفا لانه هو يعني نحن ليس لنا حصانا نقول له انت، وهو له حصانا ليقول لنا فافعلوا ما تشئتم ولكم اربع حيطان يعني كسروا روسكم بين ظفري التونسي. يعني هذا هو فعلا الذي يحبطنا، لو تذهب البرلمان ورئيس البرلمان يرينا كذلك وطنيته ويرفع الحصان على النواب وهو اجراء معمول به في العالم. يعني بعض الوطنيه نستحقه الان، ليس نستحقه الى حكومه وطنيه الى حكومه وطنيه، ولكن يعني نحن في حاجه الى وطنيين اكثر من حكومه وطنيه. اما عن الحزام الوطني في هذه الحكومه، لا اتصور ان حكومه مشيشي ستسقط في الايام القليله القادمه، ولكن ربما من هنا الأبريل اذا يعني طبيعي ان حزب قلب تونس اغلبه من الانتهازيين ومن اصحاب التموقعات سيفرون من السفينه قبل ان تغرق، وبالتالي سنراه حزب على شكل نداء تونس، هذا ما سنراه في قبل ايام. جيد. وقتها لا نتحدث عن ائتلاف حكومي او غيره، شكرا. دكتور اختم معك، دكتور محمد الحاج سالم، كيف تنظر الى مستقبل هذه الثوره التي لم تكتمل بعد؟ ثوره لم تكتمل بعد، يعني خطونا فيها بضع خطوات ورحله الالف ميل تبدا بخطوه كما يقال، يعني ما زال الشوط طويل امامنا. المهم أنه ليس ما تقوم به الحكومة ولا يقوم به النواب، ما يقوم به الشعب على الأرض هو الذي سيحسب في الأخير. يعني ما دام السياسيون لم يفهموا بعد ما الذي يعتمل في دواخل هذا البلد ولم يعانقوا آلام شعبنا وآمال وطموحات شبابنا، فإنهم خاسرون على طول الخط. سوف تحدث يعني اهتزازات أخرى ربما لن تكون بعيدة، توقع أن ذلك لن يفوت 5-6 أشهر، وسيقع هزة رهيبة، يعني رفع الله عنا وباء الكورونا، وبعدها لكل حادث حديث كما سمعت من عديد الشباب هناك. نعم. يعني من يجهز نفسه لقيامة عظمى إن شئنا وإنجاز التعبير، يعني لتصحيح مسار. أكيد الشباب لن يسكت أكثر مما سكت، وهناك يعني آلاف الشبان الذين يحتشدون الآن ويفكرون في طرائق جديدة للعمل السياسي تتجاوز هذه الأحزاب الكلاسيكية التي أثبتت فشلها. يعني التحالفات الجديدة لن تنقذ أحدا، تحالف النظام القديم مع النظام الجديد رسكلت
بعض الوجوه، يعني حتى أنه الأمين العام للتجمع السابق يعني يصبح مستشار رئيس البرلمان، هذه يعني كما يقال في تونس نحكيها الحفار قبري. نعم. هذه والأدهى من ذلك، وأدهى من ذلك خاصا مكلف بالعدالة الانتقالية. نعم، يعني مكلف لأكبر ملف تطالب به الشبيبة، يعني آلاف المساجين السياسيين يطالبون بذلك، آلاف العائلات التي دمرت على طوال 50 أو 60 سنة سوف تفقد حقوقها إلى الأبد بفعل سياسي محسوب أكيد فيه يعني استراتيجيات ترسم للعمل السياسي وفيه تكتيكات إلى آخره، لكن هذا بعيد جدا عن متطلبات الواقع. اللحظة الآن تستدعي وطنيين كما قالت الأخت فاطمة، ومن أين لنا بالوطنيين والأحزاب كلها فيها يعني أغلبها ومعظم رئاساتها وزعاماتها هي انتهازية بامتياز. هذا هو الإشكال، فإن لم يستبق هؤلاء فإن الهزة قادمة، ما في ذلك أدنى شك. شكرا، شكرا جزيلا. عودتنا الثورات بتاريخها أن هناك موجات، وربما بعد 10 سنوات صار الوقت سانحا لموجة ثانية ربما للثورة التونسية لتصحيح المسار. ثقتنا في الشباب التونسي كبيرة جدا، الشباب الواعي هذا الذي يعرف أين يقف ويعرف كيف يحمي مؤسسات الدولة من الانهيار. شكرا جزيلا فاطمة كمون، الناشطة السياسية والمجتمعية معروفة، كانت معي من تونس، وكذلك الدكتور محمد الحاج سالم الباحث في علم الاجتماع كان معي من تونس. الشكر موصول إليكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. موعدنا في لقاءات أخرى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.